بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على السلاسل والشبكات الغذائيه، ودي من احد الاشياء الاساسيه في التنوع الحيوي. يبقى بنشوف ازاي السلاسل الغذائيه بتتكون بمنتهى البساطه، والشبكات الغذائيه بعد كده ازاي بتتكون من هذه السلاسل. بعرض بسيط وكرتون صغير كده، ونتمنى ان يكون يبسط المعلومه للمبتدئين. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هندرس السلاسل او السلسله الغذائيه، الفود تشين او السلسله الغذائيه، وهنشوف مع بعض ايه الفرق بين السلاسل المختلفه وبين السلاسل الصغيره والسلاسل الكبيره. الفود تشين او السلسله الغذائيه بتفهمنا ان الكائنات في غذائها في الحقيقه بتتغذى عشان تنتقل اليها الطاقه، يعني كل كائن بيتغذى على الكائن الاخر عشان تنتقل له طاقه يبدا تجعله يستطيع اداء عمل معين في الحياه. هنشوف مثلا هنا احد السلاسل الغذائيه بتبدا ازاي. السلاسل الغذائيه بتبدا بكائنات اللي هي البروديوسر، زي البلانت او النبات ده بيسموه البروديوسر او المنتج، هو المنتج من السلسله الغذائيه. بينتجها ازاي؟ هو وفي النهايه اللي بيتغذى على النبات اللي هو الانيمال او الحيوان بيتغذى على نبات المنتج. نشوف النبات بينتج الطاقه ازاي. دوت النبات بينتج الطاقه على انه بياخد طاقه الشمس سان لايت او طاقه الشمس، وبياخد الميه، وبياخد النيوتريشن او العناصر الموجوده في التربه، العناصر الغذائيه اللي موجوده في التربه، وعن طريق هذه العناصر الغذائيه والميه والاضاءه بيبدا يعمل عمليه البناء الضوئي، اللي عشان كده بيبدا يكون النسيج. وبالتالي النبات مش محتاج حد يغذيه، هو يقدر يكون بنفسه هذه، ياخذ هذه المكونات من البيئه اللي حواليه ويبدا يكون نفسه. في كونسيومرز او مستهلكين كائنات اخرى بتستهلك، بتاخد هذا النبات وتتغذى عليه عشان تنتقل لها الطاقة، زي ايه؟ زي الحيوانات جميعا. ولكن الحيوانات في تغذيتها بتنقسم لثلاث انواع، في ثلاث انواع من الحيوانات في التغذية مختلفة في التغذية بتاعتها. النوع الاولاني اللي احنا في الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات اسمها الهربيفورس او اكلات العشب، الحيوانات الغزالة دي او زي البقرة او زي الجرادة دي، دول بياكلوا او بيتغذوا على الاعشاب فقط، على الاعشاب فقط، وبالتالي بتروح مباشرة لمصدر غذائها اللي هو العشب وتبدأ تاكله، وبالتالي تنتقل ليها الطاقة. النوع الثاني من الكائنات بنسميها بالانجليزي الكارنيفورز، والكارنيفورز ده الاسد، زي النمر، زي السنيك او الثعبان، وهم دولت بيتغذوا على الحيوانات الاخرى، يعني دولت اكلات اللحوم، الحيوانات بتاكل لحوم عشان تنتقل لها الطاقه، عشان يبداوا يعيشوا وتنتقل لهم الطاقه للحياه، انهم ياكلوا اللحوم ولا ياكلوا الاعشاب، وبالتالي بنسميهم فئه الكارنيفورز او اكلات اللحوم. الفئه الثالثه هي الحقيقه الفئه المختلطه، بتاكل تستطيع ان تاخذ الطعام سواء نباتيا او حيوانيا عشان وتستمد منه الطاقه، زي القرد مثلا او زي الدب، زي ما احنا شايفين ممكن ياكل السمك او ممكن ياكل النبات، وحتى الانسان يعتبر كارنيفورس عشان خاطر الانسان بياكل العشب وياكل اللحم. فبالتالي مختلط التغذيه، تستطيع ان تاكل اللحوم وتستطيع ان تتغذى على الاعشاب ايضا. السيمبل فود تشين اللي هو السلسله البسيطه، السلسله الغذائيه البسيطه، بتبدا بحاجه بسيطه وليكن مثلا العشب اللي هو الجراس، وبعدين بيتغذى عليها الرابت او الارنب اللي هو الكائن اللي بياكل هذا، ثم هذا الارنب يتغذى عليه كائن اخر زي الفوكس او الثعلب بيتغذى عليه. الشبكه الاعلى اكبر شويه بتبدا المباريات زي الاكورنز، بيتغذى عليها حاجه الفار مثلا، يبدا يتغذى على الحبوب دي زي ما قلنا زي الصنوبر، ويبدا بعد كده الفار بيتغذى عليه التعبان، والتعبان بيتغذى عليه كائن اخر مثلا زي الصقر.
وبالتالي هنا السلسلة الغذائية أكبر شوية، يبقى صنوبريات أو حبوب بيتغذى عليها حاجة زي الفأر، والفأر بيأكله الثعبان، والثعبان يأكله الصقر، وهكذا. بالتالي السلسلة الغذائية زي ما شفنا أكبر شوية. وهنا بنشوف انتقال الطاقة، بتنتقل الطاقة من أو من زي الأكون أو هذه الصنوبريات إلى الفأر، ثم الثعبان، ثم الهوكس. هذه سلسلة انتقال طاقة، دي سلسلة غذائية وبياكلوا مع بعض، ولكنها أيضا هذا انتقال المواد الغذائية من كائن إلى كائن، إلى آخر إلى آخر، هي في الحقيقة هو انتقال للطاقة من كائن إلى آخر. الغذائية داخل البحر أو داخل البحار والمحيطات. فبنشوف هنا السمكة زي ما احنا شايفين، السمكة بتبدأ تاكل، السمكة الصغيرة بتاكل بلانكتون. البلانكتون دي عبارة عن زي النباتات كده، زي الطحالب البحرية، ولكنها مخلوقات صغيرة مجهرية بنقدر نشوفها، لا بنقدرش نشوفها بالعين المجردة، ولكن مخلوقات مجهرية بتكون بعد كده زي الطحالب أو النباتات. وهذه المخلوقات بتاكلها الاسماك الصغيره، بتعيش عليها، والاسماك الصغيره بتتغذى عليها الاسماك المتوسطه الحجم شويه او الميديم فيش، والاسماك متوسطه الحجم بتتغذى عليها كبيره الحجم. وبالتالي بتنتقل الطاقه من البلانكتون او هذه الاعشاب الصغيره، الاسماك الصغيره، ثم المتوسطة كبيرة. الفود ويب اللي هو الشبكة الغذائية دي مكونة من عدة سلاسل غذائية، يعني السلاسل الغذائية مع بعضها بتكون ما يسمى بالفود ويب أو الشبكة الغذائية. الشبكة الغذائية مكونة من عدة سلاسل غذائية، وهذه الشبكة بيبقى في بين هذه السلاسل الغذائية تداخل معين. فبنبص نلاقي ان هذا بناء على هذا التداخل بتكون عناصر هذه الشبكة الغذائية المعقدة. طيب ناخد مثال بقى للأمثلة اللي ممكن يدرب عليها الطالب عشان يعرف الفرق بين الأمثلة المختلفة من أكلات اللحوم أو أكلات العشب أو ذات التغذية المختلطة لأكلات اللحوم والعشب معا. فبنشوف مثلا لو جبنا كده، قلنا الهيربيفورس أكلات العشب، وهنا أكلات اللحوم، وهنا ذات التغذية المختلطة، وقلنا مثلا الدب. الدب يروح لفين؟ يبقى الدب دوت احنا شفناه في الكرتون بياكل السمك وبياكل العشب، بالتالي الدب بيروح للأومنيفورس او ذات التغذيه المختلطه. طيب الارنب دوت بياكل عشب، يبقى هيتفورس او اكلات العشب. والسنيك بياكل اللحوم او بيتغذى على الفار زي ما شفنا، يبقى معنى كده انه يروح للكارنيفورس، وهكذا. ده نوع من انواع الامثله. طيب النوع الثاني، ناخد مثال تاني لتدريب الطالب على هذه الاشياء. نقول له كون سلسله غذائيه. عندك دلوقتي الجاي او طحلب مائي. الطحلب المائي دوت ايه ممكن يعني، واعمل لي سلسله صغيره. يبقى هو وعندي صوره سمكه وصوره دب. دلوقتي من اللي درسنا عرفنا ان السمكه بتتغذى على طحلب، واحنا عرفنا ان الدب بيتغذى على السمكه، وبالتالي ديت سمول فود شين او سلسله غذائيه صغيره بتورينا انتقال الطاقه من كائنات صغيره الى كائنات كبيره. وده مثال صغير كانت مقدماه شركه جودلي دوت كوم على ازاي. شكرا جزيلا لاستماعكم، وان شاء الله تعالى الى المزيد من الحلقات القادمه عن التنوع الحيوي وبشكل اعمق. ونتمنى تكون هذه السلسلة البسيطة تعلمنا في هذه الحلقة عن السلاسل الغذائية والشبكات وغيرها، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى بمزيد من التفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.